السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأداة دي من الأدوات القوية اللي هو مجرد ما بترفع أي صورة بيبدأ يكتشف حاجات كتير عنها، بيبدأ يكتشف هل هي صورة طبيعية ولا معمولة بذكاء صناعي، وده طبعا جزء مهم جدا لأن في صور كتيرة بتبقى مفبركة، فهو بيديك هل هي مفبركة ولا لأ، هل فيها راجل، هل فيها حاجة تانية، هل هي فيها، هل هو بيدخن، هل هو فيها مثلا لقطة مخلة، هل فيها لقطة سيئة. تمام، يعني في لقطة هنا بس مش هنقدر نعرضها، معلم عليها ان دي اكس، دي صورة طبيعية. طب تعالى نشوف مثلا، حتى لو في فيديو تقدر ترفع الفيديو ويقول لك بنسبة قد ايه فيها فيك، بنسبة قد ايه فيها تزوير، الاشخاص اللي موجودين جواها هل هم ستات، هل هم رجالة، هل هو محتوى سيء، هل هو في يد ظاهرة، هل يعني هل في حيوانات موجودة، كل الحاجات دي بيقدر ان هو يكشفها بمجرد ان انت بتعلم عليها، يقدر يقول لك هل في صورة مش حقيقية ولا لا. طيب خلينا نقول له ابلود ميديا وخلينا ارفع له صورة، وليكن مثلا الصورة ديت. هو بيبدأ يقول لي بقى هل هي الصورة دي متفبركة، طبعا هي صورة مش حقيقية متركبة مع صورة تانية وهكذا. تقدر ترفع أي صورة هو يبدأ يكشف لك عليها ويبدأ يقول لك إذا كانت حقيقية ولا لأ. الموقع برضو لو دخلنا عليه بتلاقي فيه أكتر من حاجة، في حاجات خاصة مثلا بالصوت. تمام، طيب خلينا نشوف مثلا ديت، ده مجرد ترفع له أي تكست يبدأ يكشف لك نسبة الحقيقة اللي فيه أو نسبة إن الذكاء الصناعي هو اللي كاتبه ولا شخص حقيقي، وكذلك الصور أي صورة ترفعها له يبدأ يقول لك هل هي بنسبة قد إيه متفبركة، وإيه البرنامج اللي فبركها، أو إيه البرنامج اللي عملها. يعني هنا مثلا جايب لك اسم ستيبل ديفيجن، تمام، لا ده مش معمول بجوني ولا بديل، وهكذا. ترفع أي صورة تجرب هيديك المصدر بتاعها.